السلام عليكم، معكم حسنية بنت الوالد ديالي. هذا الوالد ديالي يعني من نهار فاق هو كيسرح الكسيبة ديال الناس، من نهار حل عينيه وهو كيسرح غير الكسيبة ديال الناس. صافي بقى كيسرح حتى دابا، هو كبير العمر ديالو، عنده 71 سنة. منين كبر صافي ما بقاش كيقدر، مشى كيسرح غير مؤخرا شي شهرين هادي تقريبا باش وقع له هاد الشيء. طاح في الجبل وهبط كيتكور، ديك الطيحه اللي طاح هي اللي صافي زاد تكملات له داك الشيء اللي بقى، يعني تهلك بهاد الطيحه لواحد الدرجه ما تصورش. راه عندي تصاور ديالو اللي مفلاق مهرس من الكتاف، يعني دقدق لواحد الدرجه اللي ما عندهاش لحد. حتى كنا كنقولوا صافي راه محال واش غادي يعيش، جبناه لهنايا الطبيب، صفطونا الفاس المركب، بيتين تما في المركب، يومين هو تما في المركب، تدرنا له المسائل كامله. صافي من بعد ما جبتو الاغلبيه كيكون معايا هنايا، من بعد ما جبتو بقى كيعاني من هذا المشكل ديال الحريق عنده في الكرش. فاش ديتو عاوتاني هما الاوراق باش درت له التصويره ديال البروستات، لقاو عنده كره في النبوله، قال لك ضروري خصو عمليه مستعجله لان الكره كبيره بزاف، وداك البروستات قاسلو حتى الكلاوي، يعني حتى الكلاوي تقاسو، ودابا داك الكلاوي هما اللي كيعطيوه داك الحريق وكيدير غير الدم. دابا هو غير كيجري بالدم والحريق، ما كياكل ما كيشرب ما كينعس، ما فايق ليل ونهار، كيتقطع لواحد الدرجه ما تصورش. عرفتي راه واخا يكون قلبك من الحجر ياثر فيك هذا السيد هذا، يعني راه لواحد الدرجه ما تصورش. والطلب اللي كنطلبوا الله يجازيكم بخير، اللي يقدر يتساعد معاه باش ما سخاه سيدي ربي المليون، طالبين العمليه، طالبين لنا 1,040,000 ريال. 1,040,000 ريال ما عندناش، منين غادي نجيبوه؟ لان الوالد ديالي كيف ما قلت لكم الحرفه ديالو هو كيسرح الكسيبه، هادشي باش ربانا حنايا، هادشي باش ربوا وليداتو. وحتى حنايا واخا تزوجنا زعما ماشي شي، ما كاينش شي واحد فينا اللي ميسور، ولا انا براسي راجلي غير سربي في القهوه، ما عندناش زعما شي حاجه باش غادي منين غنجيبوه باش نديروا له العمليه، ولا شي حد اللي غيعطيك، ولا شي حد اللي غيوقف معاك، ما كاينش في مره هادشي. يعني حنايا كاملين الخوت ولادو كاملين، كل واحد زعما كاملين، حتى شي واحد فينا ما ميسور ولا زعما خدام شي خدمه، ولا كاملين على قد الحال وصافي. يلاه كنتكافاو زعما مع وليداتنا، انا براسي عندي 4 الوليدات وراجلي غير سربي في القهوه، ما قديتلوش حتى بشي جهه، يعني كنشوفو كيتقطع قدامي ما لقيت حتى شي جهه كيفاش ندير باش زعما ندير له العمليه، ولا كنشوفو كيتقطع. عرفتي لواحد الدرجه ما تصورش، كيتقطع كيدخل ويخرج للطواليت غير هو داخل وخارج، كيدير غير الدم، يعني لواحد الدرجه ما تصورش. قول لي ما مشيتوش للجمعيات ولا شي محسنين بحال دابا؟ ما كنعرفو حتى شي حد اخويا، زعما ما عندناش شي معرفه ولا شي حد اللي غيوري لنا شي حاجه، ولا ما كاينش حتى شي واحد ما كاين اللي غيوري لنا شي حاجه، حنا ما كنعرفو حتى شي حاجه. علاش بالضبط خسرتو كاع تخرجوا للاعلام؟ يعني حيت ما لقينا حتى شي باب قدامنا، الباب اللي لقيناه هو الاعلام، هو الاعلام، بقيت كنصوني على الصحافه، وداك حتى بشي جهه ما قديت كنشوف با قدامي كيتقطع، وماشي سهل ان باش تشوف الاب ديالك كيتقطع، الام ديالي حتى هي ما كتشوفش، حتى الام ديالي حتى هي عوارت ما بقاتش كتشوف، يعني صعيب باش تشوف الوالدين ديالك وصلوا لهاد الدرجه. وكما كيقول المثل العين بصيره واليد قصيره، ما قديت لهم حتى بشي جهه، ربي اللي عالم بالمعاناه اللي كنعاني، والوالده ما كتشوفش، خاصها عمليه مستعجله، الوالد كذلك خاصه عمليه مستعجله ديال هاد الكره، يعني صعيب باش تشوف الوالدين ديالك في هذه الحاله، وصعيب بزاف. قولي لي شي محسن شاف هذا الفيديو هذا وكان غيعاونكم، شنو الكلمه اللي تقدر تقول ليه مضمون؟ نقول له الله يجازيه بخير، وربي هو اللي غادي يجازيه على الخير ديالو. اي واحد اللي باش ما قدروا سيدي ربي الحبيب، ربي هو اللي غادي يجازيكم على الخير ديالكم، الله يجازيكم بخير. عتقوا الوالد راه كيموت، اقسم بالله العظيم الى الحريق اللي فاش كيبات، انا اللي كنعاني معاه، وفاش كيبات وفاش كيقيل ما كيتهدنش من الحريق نهائيا، دائما الكرش ديالو كتقطع بالحريق، ما كياكل ما كيشرب، وقلبه كينوض، يعني الحاله ديالو يرتلاها. مخرجين له الدواء ولكن داك الدواء غير ضيعه الفلوس، ما كيدير له حتى شي حاجه، واخا كيشرب داك الدواء بحال ما كيشربش. عطوني الاوراق شريت الكينه والو، عطوني الاوراق شريت الكينه، كتزيد غير كتزيد لي التمره، يعني ما عندهاش منفعه والو، باطل زدنا الاختيار ديالها على الاختيارات الاخرين. ايوا ودابا الله يجازيكم بخير ويكثر خيركم، وعلاش ما قدركم الله عملوه. الله يجازيكم بخير على باش ما قدركم سيدي ربي الحبيب، على باش ما قدركم الله، لان الحريق اللي فيه راه ربي اللي عالم، اقسم بالله العظيم الا عرفتي اللي باش كيبات واحد الحريق، كيبات داخل خارج، كيجري بالدم، يعني الحاله ديالو كتشفي،
عرفتي راه اللي بغى يجي عنده حتى لهنايا مرحبا والف مرحبا. حنايا كنسكنوا في مدينه صفرو، اللي بغى يجي حتى عندنا مرحبا والف مرحبا. يعني الحريق اللي كيعاني منه الوليد واحد الدرجه ما تصورش، يعني ما لقيتيلوش جهد، ما لقينا له حتى شي جهد اخويا. كيف ما قلت لك اليد بصيره والعين قصيره، ما لقيناش كيفاش نديروا له باش نديروا له هذه العمليه اللي هي مستعجله. ديناه للمركب، عطاوه واحد الرونديفو بعيد من شهر 11 حتى لشهر 11 باش يشوفوا غير الطبيب، عادي عطيوه رونديفو واحد اخر. وهو حاليا دابا كيموت، كيتقطع بالحريق، كيبات يعني فايق، ما كينعس لا ليل لا نهار، كيبات فايق، كيموت غير بالنعاس وكيموت غير بالجوع، ما كياكل ما كيشرب. الكلاوي اللي تقاسوا له بالبروستات، اللي تقاسوا له بداك الكره ديال النبول، داك الميكروب قاسلو حتى الكلاوي، داكشي علاش كيجري بالدم. الكلمه الاخيره كنبغي نقول لكم الله يجازيكم بخير وشكرا لكم بزاف، الله يرحم الوالدين والله يكثر خيركم، باش ما قدركم سيدي ربي الحبيب تعاونوا مع الوالد ديالي باش يدير العمليه، ربي هو اللي غادي يجازيكم على الخير ديالكم. الله يرحم الوالدين والله يكثر خيركم ويخلف عليكم، وشكرا لكم بزاف. وشكرا حتى الاخوان اللي جاوا عندنا واتصلت بهم وجاوا عندنا، يعني ما رفضوش الطلب ديالي. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف، الله يجازيكم بخير وربي هو اللي غيجازيكم على الخير ديالكم. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.